أهلا بكم. قال مفتش عام وزارة الداخلية في العراق جمال الأسدي إن ملف سرقة الحديد يعتبر أكبر ملفات الفساد الحكومي. وأضاف الأسدي أن ملف سرقة الحديد هو الأكبر ضمن ملفات الفساد، والتي تضم قضية فصل قطعة أرض عن عقار كبير كان مستغلا لوزارة الداخلية واستخدامها جراجا لتأجير السيارات تحت ضغوط، كذلك في ملفات التأمين الصحي والتعاقدات الحكومية وتهريب النفط. وأشار الأسدي إلى تعرض المحققين في المفتشية إلى ضغوطات من جهات مختلفة لحرف التحقيق في قضايا فساد عن مساره. قالت هيئة النزاهة في محافظة البصرة إنها ضبطت محاولة لإدخال مواد غذائية غير مفحوصة إلى البلاد. وذكرت الهيئة أنها ضبطت 6 متهمين يعملون في إحدى الشركات الأهلية التي تواطأت، قدمت التواطؤ مع موظفين آخرين في وزارة الصحة وجمرك وميناء المحافظة على إدخال شحنة من الدجاج غير المفحوصة إلى البلاد. جدير بالذكر أن ظاهرة المواد الغذائية الفاسدة زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لا سيما ما يكون مصدرها إيران. ذكرت هيئة النزاهة أن هناك تلاعبا كبيرا وتزويرا بملياري دينار في هيئة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة البصرة. وكشفت الهيئة عن عملية تلاعب وتزوير في لجنة المشتريات في هيئة توزيع المنتجات النفطية في البصرة بمبلغ 2 مليار دينار. وأشارت الهيئة إلى أن لجنة المشتريات والتجهيز المخزني في هيئة توزيع المنتجات النفطية أحالت المشتريات إلى مجهزين وهميين باستخدام وصولات وهمية لمحلات غير موجودة، وقامت بصرف مبلغ 2 مليار دينار. كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن إحصائية تبين مجمل المخالفات لشهر نيسان 2019. وقالت الهيئة إن عدد المخالفات في المنافذ الحدودية بلغ 146 مخالفة، منها 20 قضية تهريب مخدرات و 65 مخالفة إجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيئة. كما اشتملت القضايا على مخالفات أوامر إلقاء القبض على مطلوبين وعددها 30 مخالفة، بالإضافة إلى دعاوى جمركية لمحالة من المنافذ إلى القضاء تحت عناوين تغيير وصف البضاعة، تهريب وتزوير ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية، والتي وصل عددها ل 26. أظهرت مقاطع مصورة نفوق كميات كبيرة من الأسماك في شط العرب في محافظة البصرة. عدد من صيادين أكدوا أن سبب نفوق الأسماك هو مياه المجاري المفتوحة تجاه نهر العشار، فضلا عن المخلفات الصناعية التي تلقى في النهر. وكانت ملايين الأطنان من الأسماك قد نفقت أواخر العام الماضي بعدة محافظات، في ظل شكوك عدد من مالكي المزارع السمكية أن الأمر قد جرى بفعل فاعل. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.